السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول: قلق إسرائيلي من تصاعد الهجمات اليمنية، والدفاع الأمريكية تحاول الطمأنة بتحذيرات غير مجدية. وإلى التفاصيل. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية طمأنة الكيان الإسرائيلي بعد تصاعد القلق بشكل كبير ولافت من الناحية العسكرية، وذلك عقب الهجمات التي نفذتها اليمن مستهدفة عمق الكيان الإسرائيلي في عملية قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ الكروز محلية الصنع الأربعاء الماضي، والتي قالت واشنطن أن المدمرة USS كارني في البحر الأحمر تصدت لثلاثة من هذه الصواريخ. ومن الواضح تصاعد الخوف لدى الكيان الإسرائيلي من تكرار الهجمات من اليمن، خاصة مع تأكيدات من الضربات التي شنت على الكيان من اليمن أصابت أهدافها داخل الكيان الإسرائيلي في ظل تكتم إسرائيلي وأمريكي. في هذا الصدد، وفي محاولة أمريكية لطمأنة حليفتها الاستيطاني من جهة، ومن جهة أخرى محاولة تهديد محور المقاومة من استمرار اصطفافه مع المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أنه اصطفاف غير مباشر لا يكاد يوازي الاصطفاف الأمريكي المعلن مع الكيان، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يواف غالانت التزام واشنطن بما أسماه رد أي جهة تسعى لتصعيد النزاع مع إسرائيل. ونشر البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بعد 48 ساعة من إعلان واشنطن عن الهجمات التي تم تنفيذها على الكيان الإسرائيلي من اليمن، جاء فيه أن أوستن بحث في اتصال هاتفي مع غالانت مستجدات العمليات الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد إطلاق عملية الطوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية. الجدير بالذكر أن صنعاء لم تعلق حتى هذه اللحظة على الهجمات التي تم تنفيذها على الكيان الإسرائيلي بالنفي أو التأكيد، خاصة مع وجود تأكيدات إسرائيلية أن الهجمات ليست كما تم الإعلان عنه من الجانب الأمريكي والإسرائيلي الرسمي، وأنها كانت أوسع وأشمل وبعدد كبير جدا من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. فبحسب الإعلان الأمريكي، فإن المدمرة الأمريكية USS كارني ظلت تواجه الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة التي كانت تطلق من اليمن على مدى 9 ساعات متواصلة، ما يعني أن الهجوم لم يكن هجوما واحدا بل عدة هجمات. وعلى الرغم من تكرار التحذيرات الأمريكية من توسع المعركة ودخول أطراف أخرى في محور المقاومة لمساندة المقاومة الفلسطينية، إلا أن هذه التحذيرات غير مجدية ولم تجد طريقها للمحور الذي ضرب بها عرض الحائط، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أمس السبت أن حزب الله في لبنان دخل الحرب على الكيان الإسرائيلي بشكل رسمي، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد الكيان في الشمال الفلسطيني المحتل، ومع ظهور نائب الأمين العام لحزب الله في كلمة له أكد فيها أن الحزب حاضر وبقوة وفي عمق هذه المعركة. وتصاعدت بشكل لافت العمليات العسكرية لحزب الله وكتائب القسام في لبنان التي تستهدف القدرات العسكرية للكيان الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وحتى مساء الخميس الماضي بلغ عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط بحسب اعتراف الكيان ذاته 40 قتيلا، كما بلغ عدد دبابات الميركافة الإسرائيلية التي دمرتها المقاومة اللبنانية في هجماتها المتقطعة 13 دبابة و35 مدرعة، فيما شهدت الجبهة الشمالية للكيان الإسرائيلي تصعيدا في الهجوم خلال 48 ساعة الماضية.
أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.